أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. لن تصدقوا كيف أصبح شكل زين عبيد نجم ذا فويس كيدز بعد خسارة وزنه. ضجت مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعي بصورة قيل أنها لنجم ذا فويس كيدز الطفل السوري زين عبيد، إذ إنها أثارت جدلا كبيرا بين المتابعين على السوشيال ميديا بسبب التغير الكبير في شكله بعد خسارته الكبيرة للوزن. وأعرب عدد كبير من المتابعين عن صدمتهم بسبب إطلالته هذه، فيما أشار البعض الآخر منهم إلى أنهم لم يتمكنوا من التعرف عليه. وجرى الحديث على أن زين عبيد خسر 30 كيلوغراما من وزنه، وأنه خضع لعملية تكميم معدة للتخلص من الوزن الزائد بعد الشهرة، رغم أنه لم يتخطى حينها عامه 16. وفي هذه الصورة آخر ظهور للفنان السوري زين عبيد. يشار إلى أن زين عبيد كان قد شارك في الموسم الأول من البرنامج، ووصل إلى النهائيات ضمن فريق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم. وقد تعرف جمهور العالم العربي على موهبة الطفل زين عبيد من خلال برنامج The Voice Kids، وتميز بصوته الجميل وخدوده بسبب وزنه الزائد. وشارك الفنان السوري زين عبيد بقوة حتى الحلقة النهائية من البرنامج، والتي فازت باللقب بها المتسابقة لين حايك من فريق الفنان العراقي كاظم الساهر. وكشف زين عبيد البالغ من العمر 16 عاما أنه فقد 30 كيلوغراما من وزنه، وذلك بعدما خضع لعملية تكميم معدة، مؤكدا أنه احتاط ودرس الموضوع جيدا قبل الخضوع للجراحة. وبعد خروج زين عبيد من الحلقة النهائية من البرنامج، أطلق أغنية يا صباح النور الجاي، وهي أول أغانيه الخاصة. وقد كان من أكثر النجوم الداعمين لموهبة زين عبيد الفنان السوري جورج وسوف، والذي استضافه في منزله خلال حلقات البرنامج.